أميرة من سوهاج. السلام عليكم يا أميرة. ازيك يا دكتورة؟ الله يسلمك يا حبيبتي، الله يبارك فيك. أنا بحبك جدا يا دكتورة. أحبك الله يا أميرة يا جميلة. يا دكتورة أنا عندي مشكلتين وعايزة أتخلص منهم. اتفضلي. أول حاجة إن أنا غيارة جدا، والتانية إن كلامي دبش. عايزة قولي لي أتخلص. يا أميرة، أنت متزوجة؟ لا أنا عندي 19 سنة. طيب غيارة، غيارة من إيه؟ بتغيري من صحباتك، من إيه بالظبط؟ يعني مثلا أنا شفت واحدة صاحبتي لابسة طقم حلو مثلا، أه فأنا لازم أجيب زي الطقم ده أو وقت يعني. طيب أنت دخلتي جامعة ولا أنت في أولى جامعة صح؟ أيوه طيب وكلامك دبش، ايه اللي خلاه تقولي على كلامك دبش يا أميرة؟ قولي لي كده. مثل أخويا بيتكلم أي حاجة من دي، تلاقيني صديته كده بحلم ضايقته مثلا طيب من الكلام، يعني حاجات كتير، مواقف كتير يا دكتورة. أنا طيب بتكلم اسم صح بس هو كلامي دبش يعني. طيب اسمعيني يا أميرة يا جميل. أولا إن شاء الله ما يكونش كلامك دبش، وأنت بتكلميني حلوة أهوت، وصوتك حلو وبتكلمي بنبرة صوت حلوة. جميل جدا جدا وعجبني جدا جدا لما البنت تبقى عاملة، عارفين، تعهد على النفس كده، وتعهد نفسها وكلامها وأسلوبها، وتقول لا أنا عندي الصفة الفلانية ومحتاجة تعدين، وعندي الصفة الفلانية. طبعا غيارة وبغير، خليها يعني خليها نوع من انواع مثلا الايه، تمني الخير. انا بخبطك ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم زد وبارك، ده نص الحديث. هلا بركت على اخيك، فبرك على الحاجه اللي هي جايباها. والامر الثاني لو في امر تنافسي لزياده علم، زياده مكانه، معرفه جديده، اه ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، بس بحب، مش بحسد، مش بغل، ولا ولا اتمنى انه يروح اللي عندها طقمها يتحرق، يا رب طقمها يتحرق يا رب، لا ولا كده، يا رب مش عارفه، لا لا لا، احنا هنتمنى خير. كنت اعرف مجموعه من البنات، 6 بنات تقريبا، كانوا بيجيبوا الست لطقم مع بعض، يجيبوا الطقم اللي خارجين بيقول لطقم الخروج كلها مع بعض، ويمشوا كده مع بعض كلهم لابسين مع بعض، لا واحده بتشوف من واحده ولا الثانيه. وانا عايزه اقول ان الجمال، والله يا بنتي، الجمال الداخلي وجمال القلب. انا فرحانه بقلبك يا اميره لسبب انك انت بقيتي ليكي عين بصيره على نفسك. موضوع طيب الكلام وان انا دبش في كلامي، اعيد الموقف تاني، واحنا قلنا دي تجربه جميله جدا جدا، بعيد الموقف تاني، قلت كذا، كان ممكن اقول كذا، ايه اللي بيحصل؟ بحط فايل في الدماغ اسمه نجي الموقف، وموقف الدبش شلته وحطيت مكانه، ادي الاحلال وادي الابدال، شلت الكلمه السيئه والموقف السيء اهو، وقمت جايه عامله مع نفس الكلمه الطيبه، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني اللي انا محتاجاكي تعمليه، تعودي على طيب ايه الكلام الحلو، زي ما قلت لك التاسك بتاع الحلقه بتاع النهارده، انا بكلم ناس وعايزه اقول لهم كلام جميل وطيب، 3 جمل تأدي نفس المعنى بطريقه مختلفه، شكرا يا امي على الطعام، تسلم ايدك يا ست الكل، اللهم بارك، عمري ما هشوف اكل زي ده، خلاص خلصت. المره الثانيه، ايه يا امي الحاجات الحلوه دي، تعبتي يا حبيبه قلبي، لا ربنا يتقبله منك يا امي يا رب، الهي ربنا كذا، ايه اللي بيحصل؟ ها؟ انت بتقولي الكلام وبتعودي انك تطلعي طيب الكلام. لما بنيجي زي ما بقول لك بيعلموا مثلا الدبلوماسيين، او بيعلموا فن البروتوكول والاتيكيت، 13 مش عارفه بروتوكول فين و12 اتيكيت كده، ومتعارف عليه، لما بيجي يعلموا فن الرد، والناس اللي بيبقى عندها فن الرد الدبلوماسي ده يقول لك اه ده يعرف يرد على الخارجيه الفلانيه، وده انا عينه مش عارفه في السفاره الفلانيه، عشان يبقى فيه لطف في الكلام. احنا نتعلم، مش عيب، ومش عيب على كبر ولا لحد دلوقتي، لا واقول كذا، انا اسفه زوجي، كنت كان ممكن اقول كذا، مش عارفه انا ده شو قلت كده وبتاع، زعلت اكون زعلت، زعلتش خلاص، احنا قلنا كلام طيب، اعمل احلال وده. يا اولادي انا اسفه يا اولادي والله، ولا شكلي كده، او زعلتوا زعلوا، طب هاتوا بوسه، طب ما تزعلوش منهم وسامحوني، اقوم جايه قلبه الدنيا بيني وبين صاحبتي، زعلتي ما كانش فعلا اقول كده، مش عيب في ساعتها، ايه اللي بيحصل؟ بدل ما الكلمه تغور في القلب وتعمل، لا لا لا، في ساعتها خلاص راحت والدنيا بقت جميله، تمام؟ هات الله سبحانه وتعالى لك يا اميره يا رب بصلاح الحال، وتبقي زي الفل. مين؟